قولي امارات ليلات لاماراتي بكره. هلا كنت اني احلم من الجواز واجيب اولاد واني اعيش مع جوزي انه حياة حلوة مثل اي بنت، بس يعني يمكن حلمي ما لقى الشخص المناسب، بس الحمد لله يعني انا عايشة يعني ماشي الحال. يعني صحيح انه ايام بيجيني يوم بقعد ببكي وبزعل وبتضايق وبحسب لقدام انه كيف انا بدي اعيش بكرة وكيف بدي اعيش انا وابني وبدي ربيه وكبره وابوه ما انه مستعد يصرف عليه. عشت معه شهرين، طبعا هذول الشهرين يعني بعد اسبوعين اكلت قتله منه. اي وكان قاعد لا شغله ولا عامله وامي تصرف على البيت هو قاعد. انا ما عاد اتحمل هذا الشيء، وانا من اول شهر جوزت فيه. قلت لك وضعهم يعني وضعهم مزري، بؤس عندهم، وضعهم صعب كتير، لازم نساعدهم. بعد ما في يعني بروحوا لجهات تانية دواء ما بيعطوهم أيام أو بتنفتروا فيهم أو مساكين. أنا الشهر اللي احتمال تولدي فيه أيوه يكون آخر يوم من الشهر يعني 21/6 ل 21/7 هذا. بس لما يجيني ولد صح له يا محمد إنه يعني هيك بضل بيناتنا يعني مثل ما كان قبل ما يموت، إنه ذكرى بسيطة. زعلانة يعني إنه بدي يجيني ولد وأنا ما فيني إني يمكن أسعده مثل لما بيكون إنه أنا موجود جوزي، بس بنفس الوقت إنه فرحانة إنه بدي يجيني ولد إنه يشيل اسم أخوي ويعني بضل إنه موجود بيناتنا.